اليوم غادي نديرو الكوب كيك ان شاء الله اونصومبل. عندي هنايا 150 غرام ديال الفرينة، عندي هنا توت باش غادي نزوق الكوب كيك من الفوق مع لا كريم شونتيي، عندي هنا خمارة ديال لافاني وخميرة ديال الكاطو، عندي هنا 4 ديال البيضات، عندي هنا 60 مليليتر ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، سكر عادي اكيفالونس ديال لي كويير اسوب، 6 ديال المعالق الكبار ديال السكر، كاس الا ربع. نعاودو 150 غرام ديال الفرينة، 4 البيضات، السكر، الزيت، ان باكيت دو لوفور شيميك، ان باكيت دو سكر فانيي، وعندي هنايا نص باكيت ديال لا كريم فريش اللي غادي نخلطها بالماء اولا بالحليب اللي بغيتو على حساب الطوق اللي باش غادي نزوق به الكوب كيك ديالي مع لا فريز اون ديكوراسيون. ايوا نبداو ان شاء الله. بعد ما حطيت 4 البيضات هنايا نزيد عليها لو سكر فاني، السكر، الزيت، ونحرك. الطحين غنبدا نزيد بشويه بشويه، بسم الله. نزيد الخميره ثانيه، هنا الخميره عندي فيها 11 غرام، ونبقى نحرك بشويه بشويه. فوالا دابا عندي العجينة ديالي على هاد القوام، هانتوما كتشوفو مع الطحين مغربل، ما دارليش الحبيبات كواور. ودابا غادي نقبط هاد المول، هذا اللي فيه القوالب ديال الكوب كيك.
نجيب هاد لاباري هاني اللي فات لي من قبل صوبت بيهم البغرير. نخويه العجينة ديالي هنا ضربة واحدة، ودابا ما عندي غير نعمر بها. بسم الله ونشوف القياس، حيت دابا عندي هنا 2 4 6، عندي 12 كوب كاك. غادي ندير القياس ونحبس حتى الى شاطو ديك الساعه تبدا نزيد بشويه بشويه، نعمرهم بعدا هما الاولين عاد نشوف شنو القياس بعدا اللي غادي ندير فيهم مع كبار. نزيد ثانيه الفور ديالي راه مسخنه، سخنته على 160 درجه. هادي 10 دقائق باش سخنته. فوالا دابا هادشي اللي بقى ليا بدنا نزيد بشويه بشويه. دابا اللي عمرو نقدر نعمر كل وحده نزيد فيها شويه. هلا ما كيوسخش الحاشيات وكيتحط نقي. هانتوما كتشوفوا دار ليا 12 الحبة. من بعد نتلاقاو، من بعد الطياب نتلاقاو ان شاء الله. خرجتهم من الفرن، كنت حطيتهم على 160 درجة، ودابا طلعت لاشونتيي. هانتوما كتشوفوا طلعت لاشونتيي هنا كان، وخليته تبرد الكاطو. ما خصكمش تحطوا لاشونتيي والكاطو سخون. فوالا انا دابا طلعت لاشونتيي ديالي، كنستعملها كنزوق بها بحال هاد الشكل.
لا صدقوني كيجيو بنينين، تبارك الله كيجيو بنينين، بلا شونتيي بالفخيز ما شهيتكمش. بغيتو لا شونتيي ديروا لها لي كولور، الصفار الاحمر، واني بغيتو انا يبقى هكا مع لي فخيز روج، يجي البيض مع الروج غيجي زوين هائل. فوالا لي شتو عاود تيبقى يطيح تاني، عاود نعاود نزيد ليه. فوالا حيت الكاطو كيشرب داك الفزوقية ديال لا شونتيي، هو اللي كي لا شونتيي كتخلي الكاطو يرطب. فوالا هنا ساليت، دابا غنزيدو الديكوراسيون ديال الفريز، كنحطوه هكذا. باش يحصل مع كبير محتسر. شتي كي كيجيو البيض مع الروج تيجي غزال. تايلي كبير نحيد. انا قدمت لكم الطبق ديال هذا النهار، لي كوب كيك مع لا كريم فريش و الفراوله لي فريز. انتم كتشوفوا تبارك الله طلعوا زوينين. قولي اربعه ديال البيضات خرجوا لي 12 الحبه، والحبات كبار. لي ميني كيك انتم كتشوفوا تبارك الله كبيرين. ايوا ما بقى لي غير نودعكم ان شاء الله، ونقول لكم بسلامه. اون اوتغ ريسيت ان شاء الله. بسلامه عليكم، بصحه فطوركم، الى الملتقى.